يوم المحاضرة طلاب الجروب أي واحد من جروب بي خليه يتفضل. بدأ التسجيل. السلام عليكم مرة ثانية. نبدأ محاضرتنا اليوم عن جهاز الأوتوكليف، ثاني جهاز من أجهزة التعقيم. شرحنا بالمحاضرة السابقة عن أجهزة التعقيم، أسبابها، ليش نستخدمها. أول جهاز شرحناه هو جهاز الأوفن، الهوت إير أوفن. أخذنا النظري مالته وشرح لنا أستاذ عصام العملي. شفنا أنه جهاز الأوفن هو جهاز عادي متوفر بكل مكان حتى بالبيت، بس بالأجهزة الطبية إحنا نستخدمه حتى نعقم الأدوات ونجففها. اليوم الجهاز الثاني هو جهاز الأوتوكليف، جهاز تقريبا متوفر بأغلب البيوت، نستخدمه إحنا بالطبخ بس أيضا نستخدمه بالأجهزة الطبية بالتعقيم. الجهاز هذا يستخدم بخار المي المضغوط الحار. ده نعتمد على حالة فيزيائية تقول انه كل ما يزداد الضغط على سائل شو يصير بيه؟ اكو حد يعرف؟ من عندنا سائل معين ونزيد الضغط عليه شو يصير بيه؟ نعم دكتور، يتحول إلى غاز. لا، هذا إذا نقلل الضغط. يتبخر. يتبخر إذا نزيد الضغط؟ بالحقيقة لا. زين، إذا نجي من البداية، الغازات إذا نزيد الضغط عليها شو يصير بيها؟ تتحول إلى سائل. أكو حالة فيزيائية إنه من نزيد الضغط على السائل على المي مثلا، درجة غليان المي ايش قد؟ 100 سيليزي. 100 الماء النقي درجة غليانه 100 سيليزية، بس إذا زيدنا الضغط عليها هاي 100 سيليزية بضغط واحد بار، عفوا ضغط واحد جو اللي هو الضغط الجوي. زين، إذا زيدنا الضغط راح تصعد درجة الغليان، يعني يقوم المي ما يفور ب 100، ما يغلي بدرجة حرارة 100. إذا زيدنا الضغط درجة الغليان راح تصير 110 120. فإحنا بدنا نعتمد على هاي الخاصية ونصمم جهاز اللي هو جذر الضغط الموجود بأغلب البيوت. جذر الضغط فكرته تعتمد على أنه المي يفور بداخل جذر محكم الإغلاق. من يبدأ يفور يصعد البخار. البخار مساحته يحتاج مساحة، حيز من الفراغ أكبر من المي. تعرفون أنتم الغازات تشغل حيز أكبر من الفراغ أكثر من السوائل، لأن السوائل مضغوطة والصلب مضغوط بعد أكثر. فمن ده يتحول المي من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ده يحتاج مساحة أكبر. من يحتاج مساحة أكبر راح يبدي يضغط، لأنه هو ده يبدي يتبخر، راح يبدي يسبب لنا ضغط داخل الجدر. هذا الضغط اللي بداخل الجدر راح يضغط لنا على جزيئات المي، ما يخليها تصعد تفور. من يضغط لنا على جزيئات المي راح تصعد درجة الحرارة، درجة الغليان، بدل ما كانت 100 وبدأ يفور راح تبدأ تصير 110. من توصل 110 درجة الحرارة يرد يفور المي، يرد يصعد بخار. هذا البخار الثاني راح يرد يسبب لنا ضغط. الضغط الإضافي راح يرد يسبب لنا صعود بدرجة الغليان، فيقوم المي ما يفور بال110، يقوم المي يفور بال120. بعد ما وصلنا لل120 رجع المي يفور مرة ثانية، رجع بخار يزداد عندنا بداخل جذر الضغط، راح ترجع الحرارة، عفوا الضغط، يضغط لنا على المي، يضغط لنا على جزيئات المي، يصعد لنا درجة الحرارة ل 130 وهكذا. العملية هاي ما تنتهي، لهذا انه احنا عندنا اللي شايفين جذر الضغط اغلبها شنو بيها بعد فترة يدي يشتغل بعد 5 دقائق من تشغيل جذر الضغط، شو يصير عندنا؟ اللي شايفين او مستعملين جذر الضغط. اكو احد يعرف؟ يطلع صوت. ايه، يطلع صوت. شنو سبب هذا الصوت؟ الهواء بخار. المضغوط. بخار مضبوط، بس ليش ده يطلع لنا هذا الصوت؟ دكتور، لأن هواء مضغوط. صح، هواء مضغوط بجذر دكتور، الضغط حركة نفسه. الجزيئات بنطاق محدود. صحيح، بس احنا ايش عندنا؟ عندنا بجذر الضغط نفسه الصمام اللي ده يطلع من عند الهواء، هذا يسموه صمام أمان أو صمام ريليف فالف، اللي هو أو ريليز فالف، صمام
راحة أو صمام ريليسينج، يعني إطلاق هواء. عندنا صمامين بجذر الضغط نفسه، صمام اللي هو صمام سيفتي فالف، هذا ينفجر أو يطوق في حالة الضغط صعد أكثر من الحد المطلوب، وعندنا صمام ريليز فالف أو ريليف فالف. هذا الصمام يشتغل بضغط معين، فأنتوا من تشغلون الجهاز بالبداية، من تشغلون جذر الضغط بالبداية ما بيضغط بداخله، من تبدأ الحرارة تصعد ويتكون بخار وضغط وإلى ما هنالك من هاي العملية اللي شرحناها، راح يبدي يشتغل هذا الصمام ويبدي يطلع لنا الضغط الزايد عن الحد، الضغط اللي أكثر من الحد اللي إحنا نريده، لأن العملية بداخل جذر الضغط ما تنتهي. إذا جذر الضغط مغلق بأحكام العملية ما تنتهي، يظل يزداد الضغط، تظل تزداد الحرارة، يظل يزداد الضغط، تظل تزداد الحرارة، لحد ما أما يتوقف مصدر الحرارة اللي هو الطباخ، أو ينفجر الجذر وتخلص الموضوع. فنحط على هالأساس نحط صمامات أمان تحمينا من هالانفجار هذا. الصمام الأول اللي هو الريليس أو الريليف فالف، هذا يشتغل بدرجة ضغط معينة، يطلع لنا الضغط الزايد ويحافظنا على الضغط اللي بداخل الجدر. احنا رايدين مثلا 70 بي اس اي يونت، ال 70 بي اس اي لما يوصلها الضغط راح توصل، راح هذا الصمام ينفتح يطلع لنا ما فوق ال 70 ويحافظنا على ال 70. من ينزل الضغط جوا ال 70 ينغلق هذا الصمام حتى بلد اب بريشر بداخل الجدر. عندنا الصمام الثاني اللي هو اسمه ريليف، عفوا سيفتي فالف. سيفتي فالف لا، هذا صمام يشتغل لمرة واحدة فقط، من يشتغل يطق هذا الصمام، ينفجر هذا الصمام، هذا في حالة عطل عندنا صمام الريليف فالف مدى يشتغل لسبب من الأسباب، هذا الصمام ينفجر ويطلع لنا كل الضغط اللي بداخل الجدر حتى يحمي الجدر نفسه من الانفجار. هذا جدر الضغط. نفسه عندنا جهاز الأوتوكليف بنفس الفكرة. الأجهزة القديمة من أجهزة الأوتوكليف كانت تشتغل على الطباخ، نفس الشيء، نحط الأوتوكليف اللي هو جذر الضغط على نار، نوبات بالحروب يستخدموا إلى ما هنالك في حالة ماكو كهرباء، نحطه على مصدر نار معينة ونحط الأدوات بداخله ونعقم. ده نعقم، إحنا ذكرنا بالأوفن كنا ده نعقم بيا طريقة، كل حد يتذكر؟ طريقة جافة دكتور. عفوا اكو صوت طلع بنفس الوقت، طريقة شنو؟ الطريقة الجافة. الجافة، اي اللي هي كانت تتضمن شنو؟ من يتذكر من شرحنا عن الالمنيوم والزنجار شو يصير بيهن؟ فقط او دكتور. البيضة، من شرحنا عن البيضة ايش يصير بيها؟ أكسدة. الاكسدة، مضبوط. طريقة الأكسدة بالأوفن إحنا كنا دا نشتغل على الأوكسيديشن، إحنا كنا دا نحرق البكتيريا، دا نحرق الجزيئات الحية أو الخلايا الحية، دا نحرقها، دا نأكسدها بوجود الحرارة وبوجود الأكسجين، دا نخلي الأكسجين يتفاعل ويا المادة تحترق، دا نقضي عليها بهالشكل هذا. اليوم الجهاز هذا لا، دا يعقمه بطريقة مختلفة. أولا الضغط، مو كل الخلايا، مو كل البكتيريا تتحمل ضغط عالي، يعني حتى الإنسان له ضغط معين، وأكثر من عنده يموت وأقل من عنده يموت. فالبكتيريا والخلايا الحية لها ضغط معين تتحمله وتموت، فإحنا دا نسلط عليها ضغط عالي. الطريقة الثانية هي الحرارة العالية. لو فرضا إحنا الآباء مثلا، هسه أكيد كم واحد بينا عد أطفال، النساء يعرفن انه تعقيم المما مال الطفل نحطها بماء يفور، نعقمها بماء حار، درجة حرارة المي 100. زين احنا اذا نريد نصعد درجة حرارة المي ما راح تصعد، المي عمره ما راح يصعد فوق المية بالحالة الطبيعية. ايش قد ما نخلي النار جوا، ايش قد ما نعلي النار جوا، راح يبقى 100. بعدني ما شارح آلية العمل، كنا بدنا نشرح. اكو طالب سأل دكتور بلا زحمة، نعم أستاذ، يبقى 100. تقدر تعيد آلية العمل؟ ما فهمت، بعدني ما شارح آلية عمل الأوتوكليف. دكتور العفو، يعني هاي الضغط والحرارة العملية بيناتهم ما افتهمت شنو تقصد بيهن.
أحمد مو أحمد؟ أي نعم، نعم دكتور. أي أحمد. أحمد، جذر الضغط، نرجع على جذر الضغط، لا إحنا كنا نحكي على جذر الضغط، بعدنا ما واصلين للأوتوكليف. طلاب خلينا نتوقف عند نقطة إنه إحنا كنا نحكي على الأوفن ودا يعقم بالأكسدة، حالياً كنا نحكي على الأوتوكليف وشون دا يعقم، خلينا نعوفه، نرجع لأنه أحمد يريد يفتهم عملية بناء الضغط مرة ثانية أو البولدينج بريشر. أحمد أو أي طالب حالياً ما مفتهم الموضوع، عندنا جذر الضغط. جذر الضغط هو جهاز من ينغلق يحكم بإغلاق، لا هواء يدخل ولا هواء يخرج من عنده. جيد، نحط بداخله كمية مي. المي بالحالة الطبيعية يا أحمد مش قد يغلي، مش قد يبدي يفور، مش قد درجة الحرارة اللي يبدي يفور بيها؟ 100 دكتور، 100. 100 مضبوط. بعد ما يصير بدرجة حرارة 100 شو يصير بيه؟ يتبخر يتبخر. يتبخر. زين، لو فرضنا حاط أنت جذر على النار بدون قبغ، وصلت درجة حرارته 100، زيدت النار جوا، ايش راح يصير بيه بعد أحمد ورا ما بدأ يتبخر؟ شنو يا دكتور؟ المي حاطيه بجدر على نار بدأ يغلي، بدأ يفور، درجة حرارته 100، بدأ يتبخر. لو فرضنا زيدنا النار جوا، ايش حيصير بيه؟ دكتور راح يزيد الضغط طبعا بالجدر اذا زيدنا النار. لا، مو بجدر الضغط، بالجدر العادي، جذريه دا تحمي مي، دا تفوت اها تفصيل كهرباء طافية، يتبخر يتبخر دكتور ويخلص المي. يظل يتبخر لحد ما يخلص، عاشت ايدك، اي نعم. لحد آخر لحظة لما يتبخر المي ما راح تزداد درجة الحرارة عن 100. احنا دا نريد نزيد درجة غليان المي. شلون نزيد درجة غليان المي؟ اكو يعني خاصية فيزيائية، انه لما نتزيد الضغط على فد مادة معينة، على سائل، على غاز، على عفوا على صلب، تزداد نقطة غليانه، المي يفور بمية بالضغط الجوي الاعتيادي، بس المي يفور بدرجة حرارة أعلى لو زيدنا الضغط. هاي الحالة اللي مهتم بالكواكب، اللي مهتم يعني بالأسترولوجي وغيرها، يعرف أنه باقي الكواكب أكو غير كواكب الضغط بها عالي، لدرجة أنه الأكسجين اللي عندنا عندهم سائل، احنا عندنا الاكسجين غاز. ليش؟ الاكسجين اللي عندنا غاز بدرجة الحرارة والضغط هذا، بسبب انه الضغط يحتاج ضغط غدير، ماكو مشكلة، الضغط عندنا واحد جو او الضغط العادي الجوي 760 مليمتر او 76 ملي مزبق. الضغط الجوي الحالي مدى يضغط على جزيئات الاكسجين بشكل كافي بحيث يحولها للحالة السائلة، وبنفس الوقت نقطة غليان الأكسجين كلش منخفضة. شايفين أغلبكم النيتروجين السائل يطلع بالأفلام ثلج الجاف، اللي هو يعني يستخدمه حتى نوبات الطبخ وغيرها. أي غدير؟ بلي شايف تعاني بلي. حلو، النيتروجين هو بالحالة العادية بالضغط الجوي العادي غاز، لما نسلط عليه ضغط يتحول الى سائل، لما نسلط عليه ضغط اكثر يتحول الى صلب. احنا ايش بدنا نسوي بهاي الحاله؟ احنا بدنا نضغط على جزيئاته، بدنا نمنعها من انه تتحرك بحريه، وبنفس الوقت بدنا نصعد درجه غليانه. بنفس الوقت بدنا نصعد درجه غليانه. نرجع للمي. المي يفور بحراره 100، من نضغط عليه، من نسلط ضغط عليه، تزداد درجة غليانه، يقوم ما يفور بالمئة، يقوم يفور بالمئة وعشر. فأحمد نرجع للجذر، الجذر نفسه بمي مصدر حرارة، جذر الضغط هسه احنا دا نحكي، مصدر حرارة، المي وصل حرارة 100، بدأ يفور، بدأ يتبخر، صعد عندنا بخار مي. جذر الضغط ايش قلنا عليه؟ محكم شنو أحمد؟ دكتور محكم الإغلاق. محكم الاغلاق معناتها بخار المي اللي دا يتبخر من المي ماكو مكان يروح له، ما راح يطلع من الجدر، راح يظل محبوس داخل الجدر. اوكي دكتور. حلو، راح يبدي يتبخر مي، بعد راح يظل يحبس بخار مي او غازات بداخل الجدر. هاي البخار، هذا البخار، هاي الغازات راح تسبب ضغط
لان احنا دا نولد بخار ودا نولد غازات وماكو مجال تطلع من عند هاي الغازات، راح يتولد ضغط. شايف نوبات من تقبغ الجذر العادي، نوبات البخار يدفع القبغ ويطلع. اي نعم دكتور. مضبوط. زين احنا عندنا القبغ ما ينفتح لان الجذر محكم، فراح يتولد يصير عندنا بولدنج بريشر، يبني ضغط بداخل الجذر. الضغط هذا اللي يتولد راح يضغط على المي، على جزيئات المي. شو يسوي بيها؟ يصعد درجه غليانها. يعني هي كانت بالمية تفور، صعد الضغط بداخل الجذر قامت ما تفور. مع العلم هي واصله حراره 100، راح توصل 110 يلا تبدي تفور مره ثانيه. وصلت لل 110 بدات تفور مره لخ، صعد البخار، صار ضغط بعد اكثر من الضغط اللي كان موجود. صعد الضغط مره ثانيه، الضغط هذا رد ضغط لنا على جزيئات المي، رد صعد لنا درجه غليان المي. بدل ما كان دا يفور بال 110 لازم يوصل 120 يلا يفور. وصلنا لل 120 لانه مصدر النار موجود، حراره الطباخ 200 300 درجه، بس احنا عندنا قلنا المي ما يفور باكثر من 100، فاحنا دا نصلي الضغط يفور المي، نصلي الضغط اكثر تصعد حراره المي يرد يفور، ونصلي الضغط اكثر والى وهكذا. العمليه هاي ما تنتهي، راح يظل يتبخر المي، راح يظل يبني ضغط، راح يرد يتبخر المي، راح يرد يبني ضغط، لحد ما اما نطفي الجذر اما نطفي النار، او عندنا فالف موجود بجهاز الضغط بجهاز الجذر بالجذر نفسه يطلع لنا الضغط الزائد. هاي العمليه الفيزيائيه ماخذيها اتذكر احنا خامس او سادس، يعني ما اعرف اذا تغير المنهج ورايا او لا. حاليا وضحت احمد شلون بدنا نبني ضغط بداخل الجذر؟ واضح دكتور، عاشت ايدك. اكو احد غير احمد عنده استفسار؟ اكو طلاب اللي ما مركزين اللي مستحين اللي غيرها يقدر يكتب بالشات. والله وديك دكتور واضح كل نعم واضح دكتور واضح ان شاء الله. جيد، هسه نرجع لي نقطه احنا كنا بدنا نشرحها قبل لا نرجع على جذر الضغط. وين كنا واصلين طلاب؟ اذا الجذر الماء يغلي بدرجه حراره اكثر من 100 او لا. لا وصلنا. اسمك شنو؟ زينه مقداد. زينه مقداد. نعم. لا زينة، قبل أن نرجع على أحمد ونشرح له الموضوع، كنا واصلين نقطة أنه إحنا شرحنا الأوفن يعقم بالأكسدة بالحرق. تمام. يمكن أن الأوتوكلاف يعقم بالضغط. نعم، الأوتوكليف يعقم بضغط. أولا إحنا دا نصلي الضغط على الجزيئات، هاي الجزيئات مو كلها تتحمل ضغط عالي. ثانيا حرارة عالية أعلى من 100، احنا بالحاله الطبيعيه قلنا المي يفور ب 100 فاحنا صعدناه لل 130 صارت الحراره 130. ثالثا دنعقم بفد شيء يسموه البلوره او بلوره البروتين او تخثر البروتين. شرحنا بالاوفن انه البيضه إذا طقيناها على طاوة نار بعد فترة إذا عفناها إيش قلنا شو يصير بها إذا عفناها على النار؟ أطرافها تحترق. تبدأ أطرافها تحترق لحد ما هي كلها تحترق لأنه إحنا صارت عندنا أكسدة. زين البيضة إذا سلقناها تنفجر إذا بقت هواي؟ الصراحة مو كلش تنفجر، عدا إنه هذا تجيب الهواء اللي بداخلها نوبات ينفجر. بس مجربين ان تسلقون بيضه اطول من الحد المطلوب شو يصير؟ اي نعم شو يصير؟ نفس ما قال زميلي انه تنفجر بعض او هذا الغشاء من عندها. واذا ما انفجرت؟ تتفتتك تصير قويه كلش. تصير قويه. تتمدد دكتور تصير اكبر. تصير اكبر دكتور. البيضه بالسلق ما تحترق. البيضه احنا مدى لو ايش قد ما نحطها ما راح تحترق، ما راح تصير سودة، ما
ما راح تصير اطرافها سوداء. اوكي ممكن الصفار يبدي الكبريت البي يصير لونه رصاصي، بس القصد انه البيضه لو مهما عفناها بداخل المي ما راح تحترق. البيضه بحاله السلق ما تتاكسد. بالبيضه بحال اوكي احنا بدنا نشرح على بيضه، بس هو احنا المفهوم الريد من عنده اللي هو كان مفهوم الاكسده، وحاليا مفهوم التخثر، مفهوم البلوره. البيضه كلها بروتين، وهذا شيء اهل الحديد يعرفوا. البروتين يحتاج حراره معينه حتى يظل بحالته الطبيعيه. الحراره بس تختلف عن البروتين راح يتخثر، راح يتغير تركيبه، راح تتغير شكله وخصائصه، وبعدها ما من الممكن ان يرجع لحالته الطبيعيه. بحالات الخلايا الحيه، الانسان، خليه بكتيريه الى اخره، احنا نعتمد على البروتينات اللي بداخلنا. اي تغير بدرجه الحراره عندنا راح ياثر علينا. مثلا الانسان من يسخن، الانسان درجه حرارته 37، بس تصير 40 39 يبدا جسمنا ينهار، لانه عندنا هوايه انظمه، هوايه خلايا، انزيمات، بروتينات تتوقف عن العمل. البروتين كلش حساس للحراره، فدرجه الحراره اللي هي 3 درجات بس فرقت بالانسان، مو ذاك الفرق، اثرت عليه لدرجه انه انهارت انظمته. نفس الشيء اللي يصير بالبيضه، درجة الحرارة اللي يحتاجها البروتين البيض هي درجة حرارة طبيعية، room temperature يسمونها. بس تزداد الحرارة يبدي البروتين يتخثر ويتغير تركيبه ويتغير شكله لحد ما يتصلب. هذا المبدأ ده نعتمد عليه قتل الخلايا الحية بالأوتوكليف. الأوتوكليف لنفرض أكو بكتيريا حاليا موجودة بداخل الأوتوكليف ده نريد نقتلها، هاي البكتيريا من راح تصعد عليها الحرارة وراح يصعد عليها الضغط وإلى هنالك. إذا ما ماتت بالضغط وما ماتت بالحرارة، البروتين مالتها اللي بداخلها راح يتغير شكله، راح يتخثر، يصير غير فعال لحد ما تموت. وضحت الفكرة؟ وضحت دكتور. احنا كنا بالأوفن، البكتيريا اللي موجودة بالأوفن ودريد نقتلها نحرقها، حرارة عندنا، أكسجين عندنا، يتفاعل الأكسجين وياها، هاي تحترق، نأكسدها. إحنا عندنا لا، دنخثرها، دنسلقها، دنحولها من حالة سائلة إلى حالة صلبة، أو دنحولها إلى أي شيء ثاني غير فعال. فمثلاً البكتيريا بالحالة الطبيعية تتكاثر وتحصل على الغذاء وإلى آخره، والدي إن إيه مالتها هالملاعب ذني كلها، احنا بدنا نغير تركيبة اللي بداخلها بحيث تصير ميتة، بعد ما تقدر تتفاعل ويا المحيط. مثل ما بدنا نسلق البيضة بدنا نحولها من الحالة السائلة الى الصلبة، وبعد ما من الممكن ان ترجع البيضة الى الحالة السائلة. وضحت عملية الاوتوكليف شلون يعقم؟ نعم دكتور نعم. أسأل، راح أقعد أنتظر من عندكم بلكة سؤال إذا واحد مدى يعرف شنو الفرق بين الأوفن والأوتوكليف. وستنرد أسألك عليه دكتور. أي أحمد. الفرق بين الأوتوكليف والأوفن. أي. أحمد، من هذا الشرح اللي أسأل شرحته، شنو تتوقع الفرق بين الأوفن والأوتوكليف؟ يعني هسه افتهمت عمل الأوتوكليف. مضبوط، جيد. بس الأوفن شنو اختلافه بالضبط من يا ناحية ما دا أعرف. نسيت اسمك بس أكو طالبة رافعة يديها، خلنا نأخذ من عندها ونشوف. زينة أعتقد. نعم زينة أستاذ، عندي الجواب أستاذ. أي زينة؟ الأوفن درجة حرارته 100، الأوتوكلي درجة حرارته 120 إلى 130، تحت تأثير الضغط والبخار. طيب الأوفن جاف. نعم. الأوتوكليف غير جاف أو نعم. سائل. أوكي. الأوفن يعقم الأشياء المعدنية أو الصلبة.
نعم. الأوتوكليف اللي يعقم الأشياء أو الخلايا السائلة أو الأقمشة أو هاي الأشياء. نعم. أكو أحد بعد غير زينة عند إضافة؟ دكتور الغلاف مال يعني شو مثل ما نقول الغلاف مالته يكون هذا كلش محكم وذاك يعني مو مثل الأوتوكليف. صحيح. بعد أي أكو طالب رفعت يديها تفضلي. نعم دكتور الأوفن يعقم بالأكسدة والحرق والأوتو كلاف يعقم بالحرارة العالية والضغط والتخثر مال البروتين. نعم صحيح صحيح فرق كلش كبير بمبدأ العمل. بعد أكو أحد بعض الطلاب بدأ إضافة تعقيبا على زينة ذكرت أنه الأوفن يعقم بمية والأوتوكليف بحرارة أعلى. زينة الصراحة الأوفن حرارته أعلى. إذا كنت حاضر المحاضرة السابقة الأوفن توصل حرارته ل 250-280. المية إحنا ذكرناها بس على مود نحكي رفرنس يعني درجة غليان المي. كنا إذا نذكر إنه درجة غليان المي هي 100 فبجدر الضغط إحنا نسلط الضغط عليه حتى تصعد درجة غليانه. الأوفن لا يعقم بدرجة حرارة أعلى. الأوفن يوصل 300-350-250. الأوتوكليف حرارته أقل. بس صحيح الأوفن جاف الأوتوكليف بخار. الأوفن ما بيضغط الأوتوكليف بيضغط. أكو طالبة ذكرت بس عفواً ما أخذت اسمها ذكرت أهم شيء الأوفن يأكسد المواد ويحرقها الأوتوكليف يخثر أو يغير من تركيبتها ويسلط ضغط ويسلط حرارة فيعقم أكثر. أكو نقطة كانت شوية مو صحيحة يعني بيها جزء من الصحة أنه الأوفن يعقم بس المواد الحديدية وإلى ما هنالك. الصراحة لا الأوتوكليف هم يعقم المواد الحديدية يعقم أغلب الشغلات والأوفن يعقم الشغلات اللي ما تحترق لأن حرارته عالية. أكو نقطة ثانية أو نقطة أخيرة مهمة بالفرق أغلبكم مشغلين فرن حتى لو الفرن الغازي مثلا تحطه على الماكس اللي هو يجوز 280 أو 300 درجة الحرارة تقدر تدخل ايدك بنص الفرن وتطلع صينية مثلا مال لازانيا او فتشي طابخي لو لا او دجاجة مشوية؟ لا طبعا دكتور اكيد لا. دكتور نقدر الله الوحيد اللي مستعمل بيكم فرن دكتور هو مو ضغط هو بس حرارة يعني نقدر شوف اللي جابه لا ذولا مو أصلين ينفرن. شو تقول انت شنو اسمك؟ زيد حسام. زيد شو تقول زيد؟ دكتور هذا لين بس بحرارة ذاك ثاني بضغط ما نقدر نطبه أصلا ما نقدر نفتحه لأن صحيح. ضغط كلش قوي صحيح. خلنا نسأل البنات بنات الأوفن أو الفرن الغازي الفرن الكهربائي من أنت حطته على الماكس ومشغلة العين الفوق والعين الجوة وحرارة الداخلية حالياً 200-300 تقدرين تطلعين صينية من الفرن لو لا؟ نعم دكتور نقدر. نعم نعم وكلش طبيعية وتشوف الواحد يخلي الصينية ويرد يرجعها إلى ما هنالك بينما الحرارة عالية. زين نجي على السؤال الثاني الكتلي كتلي المي من نيفور إيش قد درجة البخار درجة حرارة البخار الطالع من عنده؟ دكتور مية مضبوط أحمد مية. زين هسا إحنا دا نحكي على فرن درجة حرارته 250 وإحنا ندخل إيدينا وما تحترق بينما بكتل المي إذا خليت إيدك قدام المي الحار شو يصير؟ أكيد تتأذى.
تنصمت الصراحة، مو تتأذى. صحيح. اللي يطبخ يعرف انه اكثر حرارة مؤذية هي حرارة البخار، فعلا دكتور. مع العلم هي 100 بس. زين هسه وصلت بس هاي النقطة حتى أكمل على بعدها. وصلت دكتور وصلت. حلو، إذا تتذكرون قلت لكم أفضل عازل حراري عندنا شنو هو؟ هواء. الهواء. 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 الهواء أفضل عازل حراري. الهواء نفسه ما ينقل، صحيح دكتور، لأنه ضغط حتى لو درجة حرارة أقل. الهواء نفسه ما ينقل الحرارة مثل ما المي ينقلها. هواء حار بدرجة حرارة 100، الهواء نفسه تقدر تدخل إيدك بكل سهولة، بس مي حار بدرجة حرارة 100 من المستحيل أن تقدر تلزمه للمي. المي سعته الحرارية أعلى، قدرته على نقل الحرارة أعلى عكس الهواء. ذكرنا أن الهواء عازل حراري ممتاز، أفضل عازل حراري وأرخص عازل حراري، لهذا نستعمله قلنا بالصوف الزجاجي أو الصوف الصخري. إحنا الصراحة ده نحبس الهواء بداخله. الكثافة الهواء أقل من كثافة الإنسان، ففرق الكثافة هذا قلنا حيسبب بطء بنقل الحرارة مثل ما ذكرنا بالصوف الزجاجي. أنا حاليا ما أشرح لكم على الموضوع على المادة، أنا بس أريد أفهمكم الأساسيات، نحاول نربط شيء بشيء. إذا تذكرون الصوف الزجاجي قلنا أول طبقة حرارة، أول طبقة من الحرارة راح تنتقل إلى الصوف الزجاجي وهو صلب، حالة صلبة كثافتها عالية. الكثافة العالية اللي هي الصوف الزجاجي راح ينقل حرارته إلى الهواء اللي هو حالة غازية كثافة قليلة. اختلاف فرق الكثافة راح يسبب لنا اختلاف سرعة نقل الحرارة، وهذا الشيء راح يسبب لنا بطء بانتقال الحرارة. بينما المي وإحنا تقريبا، مو هي مو كثافتنا متساوية بالتأكيد، بس تقريبا عندنا كثافة متساوية لأن إحنا جسمنا 75% مي، راح تصير عندنا سرعة انتقال بالحرارة جدا عالية. السعة الحرارية للمي وهي قدرته على نقل الحرارة كلش عالية، فراح تنتقل الحرارة مباشرة لجلدنا ويحترق الجلد، وكان الله يحب المحسنين. بالحالة الغازية لا، أو بحالة أنه إحنا دخلنا إيدنا في فرن وهواء موجود، لا ما راح يصير هالشيء. الهواء كثافته أقل، إيدينا كثافتها أعلى، سرعة انتقال الحرارة قليلة، كثافة المواد مختلفة، السعة الحرارية للهواء أصلا قليلة. بس لو حطينا ايدينا لفتره طويله بداخل الفرن بالتاكيد راح تحترق، لانه صح هو انتقال بطيء بس هي حراره عاليه تبقى. وضحت الفكره ما بين ليش المي يحرقنا اكثر من الهواء؟ نعم دكتور. واضح دكتور. نعم دكتور وضحت. هسه احنا كل هذا اللي شرحناه حتى بس نبدي بالملزمه الاوتوكليف. الملزمة واضحة حاليا عندكم؟ واضحة طلاب الملزمة؟ السؤال دكتور. اي منو افضل طريقة للتعقيم للان يعني دكتور؟ هي ما نقدر نقول اكو افضل طريقة ومو افضل طريقة. شنو مثلا افضل طريقة او اسرعها او ارخصها او احسنها؟ ماكو، ما عندنا في الطريقة مفضلة نستعملها بدلا عن الكل. كل شيء له استخداماته. اكو حاليا احنا حكينا عن طريقه الاوفن اللي هي بالحراره الجافه والاكسده، حاليا بدنا نحكي عن الاوتوكليف اللي هو بالبخار المي والضغط والكواجوليشن. اكو طريقه اليوفي، اليوفي افضل قاتل للخلايا، يعني تعرفون انه اليوفي مال الشمس معقم كلش جيد. اكو عندنا معقمات باليوفي، اكو عندنا معقمات بالراديشن بالاشعاع. ماكو طريقة مثالية، كل طريقة لها مميزاتها، كل طريقة لها مساوئها ومحاسنها. حاليا ماكو أفضل طريقة، ما عندنا في الطريقة مثالية. زين أستاذ، أكو فرق بالوقت بين الأوفن والأوتوكليف؟ أكو فرق. الأوفن بالعادة
ساعه ساعه ونص ممكن نحط الماده، نص ساعه حسب طبعا المواد اللي حاطيها بداخل الفرن. الاوتوكليف بدورات ثابته، دورات ثابته، الدوره السريعه، الدوره البطيئه، الدوره المكثفه. ذن الدورات اللي هن عدد دقائق ثابت، 13 دقيقه، 15 دقيقه، 20 دقيقه. الاوتوكليف اسرع، الاوتوكليف اسرع بالتعقيم. اكو احمد رفعت ايدك. اي دكتور بلا زحمه، يا جهاز من عندهن يستخدم المي ويغسل المواد؟ لا هو ما يغسل المواد احمد، الاوتوكليف هو بمي اكيد، احنا شلون دن بنضغط ودنعقم بالمي، بس هو مو يغسل. شفت اكو جهاز من ضمن عمله بالتعقيم انه يغسل المواد. خاف الالترا ساوند، تعقيم الالترا ساوند احتمال، ما اعرفه يعني. بوع هي بالتعقيم مال الاوتوكليف يجيبون المواد اللي يريدون يعقموها يحطوها بداخل ظرف ويسدون الظرف ويخلوه. فيعني غسل لا ما اعرف يغسلون المواد بالاوتوكليف. لا اكو احد من المستشفى يقدر يقول لنا يغسلون المواد بالاوتوكليف؟ احتمال غير جهاز دكتور، وانا متوهم لان اكو تعقيم بالالترا ساوند، اكو هوايه طرق للتعقيم. احمد اكو طريقه للتنظيف بالالترا ساوند اذا شايفها عند اهل الفيتريه، عند الفيتريه مال السيارات ينظفون بها الكورات، ينظفون بها المحركات، يحطون يعني الكور مال المحرك يحطوه بداخل حجره بها مي ويسلطون عليه الترا ساوند الاهتزازات راح تتوخر الوسخ وباقي الامور من الكور ويطلعون الكور نظيف يخبط. خاف مثل هاي انت شفتها. اوكي دكتور، واضح واضح. ما اعرف اذا اكو غسل بالاوتوكليف او لا، ما اعرف. استاذ اشوف لك اسم الجهاز ورد لك خبر ان شاء الله. اكون ممنون. نرجع على محاضرتنا. اكو احد عنده استفسار سؤال قبل لا نبدي؟ طلاب عاشت ايدك دكتور، بلش بلش دكتور، بلش. اوتوكليف، اوتوكليف it's an instrument used moist heat sterilization technique by using steam in the range of 121 to 134. يقول لك الاوتوكليف هو جهاز instrument، آلة تستخدم الحرارة الرطبة moist heat، لأن احنا راح يصير عندنا بخار. sterilization technique تقنية تعقيم بالحرارة الرطبة باستخدام بخار المي ضمن درجات حرارة من 121 إلى 134. احنا تونا قلنا بالحالة العادية بخار المي درجة حرارته 100 ما يتعداها، فاحنا هنا لدن نسلط ضغط على مود تصعد درجة الحرارة ل 121 او 134. steam under pressure is used to generate high temperature needed for sterilization. البخار تحت ضغط يستخدم لنولد بحرارة عالية نحتاجها من اجل التعقيم. saturated steam in thermal equilibrium with water from which it's derived. البخار المشبع هو البخار اللي بحالة توازن حراري مع الماء اللي من عنده تبخر، يعمل acts as an effective sterilizing agent، يعمل هذا البخار المشبع كعنصر تعقيم فعال. steam for sterilization can be either wet saturated steam، البخار اللي نستعمله من اجل التعقيم اما يكون بخار رطب مشبع اللي هو يحتوي على قطرات ماء، or dry saturated steam.
ستيم اللي هو بخار بس ما يحتوي على قطرات ماء. Autoclaves use pressurized steam to destroy microorganism. الautoclave يستخدم ضغط بخار مضغوط حتى يدمر الخلايا. And are the most dependable system available for the decontamination of laboratory waste. وهو من أكثر الأجهزة أو الأنظمة اعتماديا لتعقيم الفضلات المختبرية أو الأشياء الزجاجية أو إلى آخره. للعلم الأوتوكليف مو بس يستخدم يعني للتعقيم بالحالات اللي إحنا دا نتخيلها إنه أجهزة ومواد ومشارط، لا، نوبات يستخدمه بتعقيم محاليل بكتيرية. أكو فيديوهات إذا في اليوم أنزل لكم إياها أو نحاول ننزلها حتى نشوفها. This method of sterilization works well for many metal and glass items. يقول لك هاي نستخدم هاي الطريقة، تستخدم طريقة التعقيم هاي تستخدم للمعادن للزجاج. But it's not acceptable for rubber. ولكن هي غير محببة وغير مقبولة للمطاط والبلاستيك. And equipment that would be damaged by high temperature. والمواد اللي ممكن تتضرر بالحرارة العالية. الصراحة ما راح تشتغلون بالمستشفيات، راح تشوفون هواي شغلات بلاستيك تتعقم أوتوكليف. بس حتى نعرف شلون هاي ممكن تقبل التعقيم أو ما ممكن تقبل التعقيم، لازم ننتبه على شغلة محددة. الكل وياي، أكو أحد هنا موظف بمستشفى أو يعني طالب بس هو يداوم بمستشفى، مهندس صيانة، فني صيانة، معهد صيانة، أكو؟ طلاب أكو أحد هنا؟ لا دكتور للأسف كلنا طلاب حاليا. الكل طلاب. بالدورات السابقة شانوا عندنا هواي طلاب يجونا من المستشفى، يعني هم موظفين بمستشفى بس يجون طلاب عندنا يكملون هندسة. من تشتري تيشيرت، تشتري قميص وتريد تغسله، تريد تتعامل وياه، ايش راح تقرا عليه اولا قبل لا تكوي؟ تقرا الارشادات، هاي القطعه الصغيره تلقى مثلا صوره اوتي وعليها اكس، معناتها هذا ما ينضرب اوتي. تلقى صوره مثلث وعليها اكس، معناتها هذا ما ينحط عليه قاصر. نفس الشيء عندنا بالأجهزة الطبية، نتعامل بالصور. المواد البلاستيكية القابلة للتعقيم راح تلقى عليها فتشي اسمه 134 رقم داخل دائرة. 134 معناتها هذا البلاستيك قابل للتعقيم بالأوتوكليف، يسموه أوتوكليفابل، يعني قابل للتعقيم. أوتوكليفابل patient circuit. خلينا نشوف صورة مال patient circuit autoclavable. خلينا نحاول presentation. هاي النقطة أريدكم الكل منتبه عليها وحافظها، لأن هاي جدا مهمة إن شاء الله من تشتغلون بالمستشفيات. هواية مهندسين وهواية فنيين لحد الآن ما يعرف انه شلون يفرزن بين الاوتوكليفابل ولا واللي مو اوتوكليفابل، يعني الديسبوزابل. غالبا التاب هذا واضح. هاي الصوره هي صوره بيشنت سيركت او صندات مال تنفس مال المريض اللي هي يربطوها بالفنتليتر. هذا اللون اللي هو الاصفر او البيج الفاتح او التبني، شوية ضعيف بالألوان، هذا اللون غالبا أوتوكليفابل. حتى نتأكد من عنده نباوع على أطرافه، راح نلقى بيه رقم مكتوب عليه 134، معناتها هذا الرقم هاي المادة أو هذا المعدن قابل للتعقيم. خلينا نشوف بلكت أكو صورة واضحة للرقم الموجود. هذا heated circuit. You
economical durable height loss إلى آخره، ما كاتبين عليها هذه. ما كاتبين عليها، بس الغالبا هو رقم ينكتب عليها. وحتى من ملمسها انت تقدر تفرقها هي اوتوكليفبل او لا. بالنسبه للاوتوكليفبل وقعدنا ديسبوزبل، لانه هسه انتم قريتوا معلومه بالملزمه تقول البلاستيك ما يدخل اوتوكليف، بينما بالحقيقه احنا بدنا نشوف انه اكو بلاستيك يدخل اذا كان اوتوكليفبل. الديسبوزبل هيك يصير شكلها شفافه بلاستيكيه، ملمسها شويه ما بها flexibility، غالبا هاي disposable، هاي استخدام مره واحده وراها تنحرق تنذب بالمحرقه. هذا النوع من البلاستيك هو اللي ما يدخل اوتوكليف، مو ذاك الثاني. نرجع على الشيرنج مال الملزمه. فنرجع يقول انه ما يصير نستخدمها للمطاط والبلاستيك. الصراحه يصير نستخدم للمطاط والبلاستيك اذا كان المطاط والبلاستيك اوتوكليفبل. مثل ما قلنا هاي الملزمه هي من الدوره من الحكوميه وغالبا بها معلومات مو صحيحه. Why is it called an autoclave? ليش سميناه autoclave? Because it describes a device that automatically locks shut when the pressure rises. ليش سمينا اوتوكليف؟ لانه توصف لنا جهاز يغلق نفسه تلقائيا لما يصعد الضغط. To avoid steam spraying out if you open it by accident، حتى يمنع لنا الضغط انه يطلع اذا فتحته بشكل خاطئ. The word is French، الكلمة هاي فرنسية وجاية من الكلمات الاغريقية التالية auto for automatic and Latin slaves for key which is يعني قفل اوتوماتيكي او مفتاح اوتوماتيكي lock and key. اللي مستعملين جدر الضغط اكبي فقره كلش مهمه انه هو يغلق على نفسه كل ما يصعد الضغط به، تعرفوها؟ نعم دكتور. خلينا نشوف مثلا صورة مال ستيم كوك بريشر اللي هو جدر الضغط الحالة العادية. حاليا الصور اللي قدامي اغلبها ما بيها القفل التلقائي. الفكرة وين؟ جدر الضغط لما القبض عادة يدخل داخل الجدر، شايفين اكو نوع من انواع الجدور الضغط اللي هي تقفل على نفسها تلقائيا، القبض يصير يدخل داخل الجدر، الجدر تكون بشفة، القبض يدخل داخلها، لما يبدي يصعد الضغط، الضغط يضغط على القبض، كل ما يضغط على القبض اكثر كل ما القبض يغلق احكاما اكثر. اللي عندهم جدر ضغط بالبيت خلي ينتبه على هاي الفقرة، كل ما الضغط يبدي يصعد أكثر كل ما يضغط على القبغ حتى يقفل أكثر، بحيث توصل من المستحيل أن تفتح قبغ جدر الضغط إذا بداخله أكو ضغط. شبه مستحيل أن تفتح جدر الضغط إذا كان بداخله ضغط عالي. شو وقت تقدر تفتحه؟ لمن يفرغ الضغط ويصير مساوي للضغط الجوي، فهو يقفل على نفسه تلقائيا. حماية طبعا، يعني هي طريقة حماية، طريقة جدا مفيدة وفعالة. فراح نشرح الثيوري اوف اوبريشن، نظرية العمل او مبدأ العمل. An autoclave is a large pressure cooker. الاوتوكليف هو جدر ضغط، يعني هو ده يقول لك الاوتوكليف هو جدر ضغط كبير. اكو من عنده طبعا عدة اشكال وعدة انواع، القديم الاوتوماتيكي الانالوج الى اخره. اكو من عنده اللي ينحط على منضده
صغير الى درجة انه ينحط على منضدة، اكو من عنده كبير الى درجة يحتاج غرفة اللي هو سنترال اوتوكليف المركزي. السنترال اوتوكليف كبير الى درجة ببوابة يدخل من عندها الانسان وبوابة ثانية حتى يطلعون من عندها المواد. فهو جدر ضغط كبير. It operates by using steam under pressure as the sterilizing agent. يعمل باستخدام الضغط البخار المضغوط كأداة تعقيم. طلاب دي يصير عندكم هواية طلاب دي يدخلون ويخرجون من المحاضرة، هذا الشيء راح يأثر على سجل الحضور مالتهم. دكتور نعم ضعيف. اوكي والله من النت. اوكي يعني انا اعرف النت بس غالبا اللي يطلع عنده خلي يسجل دخول رأسا حتى الجهاز او البرنامج يسجل حضور ولا مو يسجل غياب. نرجع يقول انه هو دي يستخدم البخار المضغوط كوسيلة تعقيم. High pressures enable steam to reach high temperature. الضغط العالي يخلينا البخار يوصل حرارة عالية مثل ما شرحنا. Thus increasing its heat content and cooling power. لهذا هو كل ما تصعد حرارة البخار كل ما يصير أقوى على قتل الميكروبات. Most of the heating power of steam comes from its latent heat of vaporization. قلنا احنا كل ما يصعد الضغط بتزداد عندنا الحرارة وتزداد عندنا قدرته على القتل. الحرارة اللي الكامنة المخزونة بداخل هذا البخار هي اللي تسبب لنا هذا الشيء. احنا قلنا السعة الحرارية للمي عالية فأكو طاقة كامنة بداخل هذا البخار، طاقة يريد ينقلها للطرف الثاني اللي هو الميكروب، هاي الطاقة من تنتقل للميكروب الميكروب حيموت بسببها. This is the amount of heat required to convert boiling water to steam. هي نفس الطاقة اللي احنا سلطناها حتى المي يتبخر. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، هي تتحول من شكل لآخر. فإحنا الطاقة الحرارية اللي سلطناها على المي حتى يتبخر، لما نتبخر المي صار ضغط، صار الطاقة على شكل ضغط وعلى شكل طاقة كامنة مخزونة بداخل البخار. فالطاقة الحرارية العالية اللي إحنا سلطناها تحولت إلى هالشيء هذا، وهاي الطاقة نفسها راح تنتقل للميكروبات وتؤدي لنا إلى قتلها. ensure that there should be a sufficient water in the autoclave to produce the steam. لازم نضمن انه دائما اكو مي بنسبه كافيه حتى يولد لنا بخار. طبعا يستعملون المفروض deionized water، مي صافي بدون ايونات، نقي جدا. اولا على مود حرارته 100 يفور بحراره 100 بالضبط، وثانيا حتى لا يسبب لنا رواسب واملاح بداخل الاوتوكليف. The stages of operation of autoclave include air removal, steam admission and sterilization cycle include heat up الى اخره. مراحل عمليه التعقيم او مراحل اشتغال الاوتوكليف تتضمن سحب الهواء، تبخير، تعقيم، صعود الحراره، تعريض نزول الحرارة وإلى آخره. أتذكر هاي الملزمة مختصرة كانت عندنا حتى السايكل مال الأوتوكليف، حتى السايكل مال الأوتوكليف نقراها، إيش وقت تصعد حرارة، إيش وقت تنزل حرارة، إيش وقت إيش قد تبقى فترة الحرارة عالية والضغط عالي وإلى ما هنالك. إذا تعطوني خمس دقائق بس أتأكد من الملازم القديمة ما قبل الدورة
حتى نشوف إذا موجود أو لا. أوتوكليف. لا ما موجودة. جيد، نرجع على الموضوع. خلينا أعرض لكم إياها. هذه يسموها sterilization cycle، اللي هي اللي باللون الأحمر هو الحرارة، اللي باللون الأزرق هو الضغط. طلاب واضح لكم هذا الرسم؟ واضح دكتور. هذا الرسم هو منحنى الحرارة والضغط بداخل الجهاز، والفيز أو المرحلة اللي يسويها الجهاز حتى نوصل لنقطة التعقيم. فهذا يبدي من اليسار لليمين، رجاء طلاب تبعوا وياي. بالبداية الحرارة والضغط بالحالة الطبيعية هي مو صفر، بس هذا هو الروم تيمبرتشر والبرشر، يعني روم بريشر روم تيمبرتشر، حراره الجو حراره ضغط الجو هنا بهاي النقطه. بعدها يصير عندنا شيء يسموه فاكيوم فيز. الفاكيوم شنو معناته؟ دكتور السحب. السحب. احنا عندنا اصلا هواء بداخل الاوتوكليف، هو مو مفرغ من الهواء، من السده بداخله اكو هواء. هذا الهواء ما بيه بخار، ما مشبع بالبخار. هذا الهواء قلنا احنا هو عازل حراري، الهواء افضل عازل حراري. وجود هذا الهواء بداخل الاوتوكليف يعيق عمليه التعقيم، فلازم شو نسوي له؟ نسحبه. فهمتوا ليش بدنا نسوي فاكيوم فيز؟ اكو احد مفتهم ليش بدنا نسوي فاكيوم؟ ليش بدنا نسحب الهواء من داخل الاوتوكليف؟ ببساطه دكتور، لين يعيق العمليه. يعيق عمليه التعقيم، لان هو عازل حراري. بالضبط. ما راح يوصل لنا الحراره الكافيه للمواد اللي بدنا نعقمها. فشو يسوي الجهاز؟ يسوي فاكيوم، يعني يسحب يفرغ الضغط، فيصير ضغط سالب بداخل الجهاز. يسحب الهواء من داخل الجهاز ويرد يرجع الضغط، بس يا ضغط دا يرجع ضغط البخار. الحرارة تبدأ تصعد، نسحب الهواء، من يقل الضغط بخار المي، المي يقوم يتبخر بحرارة أقل، يقوم يتبخر بثمانين درجة لأنه الضغط صار بالسالب. نسحب الضغط، بدأ الحرارة تصعد، بدأ يصعد لنا بخار، البخار المي بدأ يعوض لنا الضغط. احنا دا نشوف هنا اول شيء سوينا نيجاتيف بريشر، بعدين صار عندنا بوزيتيف بريشر من خلال البخار المي، نرد مره ثانيه نرد نسوي نيجاتيف بريشر، نسوي مثل الصدمه، ضغط لا ضغط، ضغط لا ضغط. هذا الشيء يسحب لنا الهواء حتى من الجيوب الهوائيه الصغيره. في بعض الاحيان اكو هواء ينحبس ما بين الظروف مال يعني، لان هم يحطون المواد بظرف داخل ظرف، الهواء ينحبس بداخل هذا الظروف، اكو هواء ينحبس بجيوب صغيره جوا اسفل المواد،
حتى هذا الهواء الصغير، الجيوب الصغيره من الهواء اللي نطلعها. فنسوي مثل شوك ويف، نطي ضغط نسحب الضغط، نطي ضغط نسحب الضغط، والى بدا صعد لنا الضغط نرد نسحب الضغط نخلي نيجاتيف بريشر، نرد نصعد الضغط وهكذا لحد ما نوصل مرحله الهيتينج. بمرحله الهيتينج فرغ الهواء بداخل الجهاز، صار لنا راح نبدأ نصعد ضغط بس من بخار المي، راح تبدأ تصعد الحرارة باللون الأحمر، يبدأ يصعد الضغط باللون الأزرق لحد ما نوصل نقطة التعقيم اللي احنا نريدها، حرارة 125، حرارة 130، ضغط 70 PSI، ضغط 60 PSI، شوف احنا ايش قد رايدين نضغط. حاليا بداخل الجهاز بس اكو بخار بضغط معين، حرارة معينة احنا رايديها من أجل التعقيم. هاي يسموها مرحلة الاستيرلايزيشن، الحرارة ثابتة الضغط ثابت. تنتهي مرحلة الاستيرلايزيشن تبدي مرحلة الفاكيوم، لازم نخفض الضغط لأن البوابة ما تنفتح، نبدي نخفض الضغط ونخفض الحرارة لحد النيجاتيف، نسحب كل البخار اللي بداخل الجهاز. تبدي بعدها مرحلة اسمها مرحلة التجفيف، نجفف المواد لأن المواد حاليا عليها قطرات ماي عليها كذا. مرحلة التجفيف ضغط سالب، حرارة قليلة، الأجهزة هنا أصلا حارة لأن حرارة كانت عليها عالية، يبدي يتبخر الماي ويطلع من الجهاز لحد ما تجف المواد وتنتهي لحد الاند فيز اللي هي يرجع الحرارة والضغط للحالة الاعتيادية، تنتهي عندنا الستيرلايزيشن سايكل. نفسها هاي الفكرة، الضغط نخلخل الضغط، نرد نصعد الضغط، نعقم ننزل الضغط، نسوي فاكيوم لحد ما نرجع للحالة الطبيعية، الحالة الصفرية. فجهاز الأوتوكليف شوية جهاز أكثر تعقيداً من جهاز الأوفن، يتضمن دورة تعقيم، دورة تعقيم شوية معقدة يتحكم بها مايكرو كنترولر حتى يسبب لنا هذا الشيء. هاي الدورة أكو عدة دورات من التعقيم، مو دورة واحدة فقط، أكو كل دورة حسب ما إحنا نريد نعقم، حسب التقنية اللي نريد نعقم بها. فإذا نشوف الأوتوكليف نفسه، طبعاً الاستيرلايزيشن سايكل محذوفة من المنهج بينما إحنا كان المفروض نحفظها ونفهمها. هذا الأوتوكليف، هذا الأوتوكليف المنضدي ايضا شكله من الخارج كأنه اوفن، الحجره الداخليه لازم على شكل اسطوانه، لازم الحجره الداخليه على شكل اسطوانه. ليش؟ من يعرف شو السبب دكتور؟ حتى الضغط يكون متوزع بشكل صح افضل. صحيح، الاسطوانه الضغط بها متوزع على كل النقاط بنفس القوه، عدا طبعا مناطق اللحيم اللي بنهاية الاسطوانة، بس غالبا كل الاسطوانة الضغط بها متوزع بشكل متساوي. هذا المنضدي، هذا القديم اللي هو تشوفوه جدر عادي مال ضغط منزلي، ينحط على النار، هذا على طباخ، وبمقياس مال الضغط بسيفتي فالف وريليف فالف وإلى ما هنالك. أكل اللي يستخدم هذا طبعا اوتوكليف عملاق، اكل سنترال، خلينا نشوف السنترال اوتوكليف بلكت موجود. اذا تشوفون صوره هذا الاوتوكليف العملاق وايضا اسطوانه على شكل اسطوانه، تقريبا هذا الاوتوكليف السنترال، هذا مركزي. الاوتوكليف السنترال هو على يصير غرفه كامله للتعقيم، ينبني بيها بناء وببوابتين، بوابة دخول بوابة خروج، سايكلات تعقيم معقدة وإلى ما هنالك. فعدة أشكال
من أجهزة التعقيم. هسه صار واضح شكل الأوتوكليف. نرجع المنزل. هذا الفيجر جدا مهم. هذا الفيجر هذا يشرح اولا شكل الاوتوكليف، تصميم الاوتوكليف، اجزاء الاوتوكليف وطريقه عمله. هذا مثلا عندنا اللوك ميكانيزم، هاي الاسطوانه اللي هي الحجره الداخليه. هنا عندنا بريشر جيج، هذا خلينا نحط قلم حتى نقدر نتابع. هذا بريشر جيج، مقياس ضغط نقدر نقيس من عنده ضغط. اوبريتنج فالف، صمام نتحكم بشقد ضغط الريد. اير فالف، سيفتي فالف. السيفتي فالف قلنا هو صمام يشتغل لمرة واحدة فقط لما الضغط يصعد عن الحد المطلوب، وبعدها يسوي ريليس لكل الضغط الموجود داخل الحجرة. هذا ريليف فالف او اير فالف، هذا يثبت لنا الضغط بداخل الحجره. ثيرموميتر، مقياس لدرجه الحراره. بريشر ريجوليتر، منظم ضغط. ستيم سبلاي، من هنا يجي الضغط سنترال، مركزي. في بعض الاحيان المستشفيات اكو ضغط مركزي، اله ضغط مركزي هدفها انه تولد بخار ماي مضغوط. بخار الماء المضغوط عاد يدخل للجهاز ويكمل الدوره مالته. فهنا الستيم سبلاي او الجهاز نفسه بمستودع ماء يبخر ويولد لنا ضغط. هنا هذا الدرين اللي هو التصفيه او الخروج مال السائل والبخار. من هنا ستيم ريتيرن، رجوع البخار. ثيرموستاتيك ترابس، هاي حجرات تراب مصيادة. المصايد تستخدم لحجر شيء غير مرغوب مثل مصايد الووتر تراب. الووتر تراب احنا عندنا هواء، نريد هواء جاف فنحط مصيادة مع المي. مصيادة المي هي مكان يتجمع به المي اللي داخل مع الهواء. الهواء يطلع لنا من عندها جاف، مصيادة المي تصيد المي. فهي حجرات مصايد للمي. هنا عندنا الويست فانل اللي هو الفضلات، هي مو فضلات، هو بخار المي اللي طلع من الجهاز. احنا عندنا بخار مي دخل للجهاز وبخار مي لازم يطلع من الجهاز. هنا تروح الفضلة مثل ما نسميها، وهذا البخار يدخل لنا بهالشكل، هذا يتوزع بكل أنحاء الجهاز، يطرد الهواء بمرحلة الفاكيوم، يطرد الهواء، الهواء يطلع من هنا والبخار أيضا يطلع من هنا. لما نخلص مرحلة الفاكيوم نغلق هذا الصمام، هاي الصمامات تنغلق، نبدأ نتحكم بس بالضغط الداخلي. المفروض المنظمة تخلص، واحد شينا يقول لك الأوتوكليف أو الستيم استريلايزيشن يتكون من التالي: حجرة اسطوانية أو مكعبة بساعات تتراوح من 400 إلى 800 لتر. الصراحة لا، يعني مو إجبارية أنه تتراوح من 400 إلى 800. أكو حجرات كلش صغيرة وأكو حجرات عملاقة، فهذا الرقم مو مهم. مصنوعة غالبا من الستينلس ستيل، صحيح. ذكرنا إحنا الستينلس ستيل شنو خصاصة؟ مقاوم للصدى. مقاوم للصدى، هاي نقطة جدا مهمة لأن إحنا عندنا بخار مي
ومقاوم للضربات. فالستانلس ستيل يتحمل ضغط عالي وحرارة عالية ومقاوم للصدع. النقطة الثانية يحتاج أو الأوتوكليف يتكون من water heating system or steam generating system. أما الأوتوكليف نفسه يكون بجهاز يولد لنا حرارة وضغط بالحالة الاعتيادية مي وهيتر، هاي الأسهل شيء يولد لنا حرارة وضغط، أو يكون بمدخل لضغط مركزي، عندنا جهاز كبير مركزي بداخل المستشفى يوزع لنا الحرارة وضغط بصوندات، هاي الصوندات مجرد أن ندخلها بالجهاز الأوتوكليف يدخل لجهاز يدخل لضغط مركزي وبخار مركزي، ما موجودة هاي بأغلب المستشفيات أو بكل المستشفيات العراقية، ما موجودة على علمي، ما شايف ولا مستشفى بيها سنترال ستيم سيستم، ما عندنا هالشيء هذا. فلهذا أغلب أوتوكليفاتنا هي يكون تدخل بها مي بها هيتر يسخن المي يبخر المي ويسبب لنا ضغط وحرارة. مداخل نقطة ثالثة steam outlet and inlet valve، صمامات دخول وخروج البخار. الرابعة single or double doors with locking mechanism، تكون بأما بوابة واحدة أو بوابتين مع طريقة قفل، هذا طريقة القفل ما تنفتح إلا يفرغ الضغط، هاي الحكينا عليها locking mechanism. ثرموميتر أكيد حتى يقيس لنا الحرارة. بريشر جيج أكيد حتى يقيس لنا الضغط. سيفتي فالف هو اللي حكينا عنه الفالف أكثر من مرة شرحنا. سيفتي فالف it's a system simply contain valve with mechanical principle that work on spring push to the lever that close pipe which حكي تعبان. راح أطلب من عندكم سؤال الفرق ما بين السيفتي فالف والريليف فالف، لأن هذا التعريف ما عاجبني، فراح أنزل هذا السؤال للجروب مالتكم. مبدأ العمل Principle of Operation احنا شرحناها بصورة صحيحة بالصورة، صورة السايكل اللي شرحناها شلون نسوي ضغط ونصعد حرارة ونصعد بريشر بعدين ونعقم وبعدها ننزل نفرغ الضغط ونجفف، هذا مبدأ العمل. فهنا نقول Principle of Operation مبدأ العمل. بالبداية البخار يدخل للحجرة الداخلية يعبر من خلال الصمامات ويدخل من خلف الحجرة من نهاية الحجرة، من هنا يدخل البخار. طيب هاي أولا. نقطة ثانية البخار يسري أو flow forward and down through the chamber and the load exiting in the front bottom، يدخل البخار يطرد لنا الهواء من مقدمة الحجرة. بعدها pressure regulator منظم ضغط يحافظ لنا على ضغط الحجرة الداخلية بأقل شيء 15 PSI اللي هو الضغط المطلوب حتى نوصل حرارة 121، مو شرط 15 ممكن أكثر. النقطة الرابعة Over pressure protection is provided by safety valve، الضغط العالي عندنا جهاز حماية اللي هو safety valve. النقطة الخامسة the conditions inside are thermostatically controlled so that the heat إلى آخره، الظروف الجوية اللي داخل الحجرة نتحكم بها من خلال الثرموستات حتى نقرش قد الحرارة، من خلال البريشر ريجوليتر حتى ننظم الحرارة. هذا مبدأ عمل يعني بشكل مبسط، بس مبدأ العمل الحقيقي اللي نشرح بالصورة. هنا سؤال يقول what is the standard temperature and the pressure of an autoclave، ما هو الضغط والحرارة المعيارية للأوتوكليف. يقول process conducted at high temperature for short time period are preferred over lower temperature for longest time،
يقول العمليات أو البحوث أو الاختبارات شافت أنه حرارة عالية بوقت قصير أفضل من حرارة قليلة بوقت أطول. فالحرارة الضغط المعياري اللي يستخدم غالباً 115 درجة 10 PSI، 121 درجة 15 PSI، 132 درجة 27 PSI. الـ PSI هي وحدة الضغط، pounds per square inch. الأوتوكليف autoclaving generally involves heating in saturated steam under pressure إلى آخره. هذا حكي معاد. To achieve a chamber temperature of at least 121 but in إلى آخره. هذا هم حكي مو مهم. نفس الحكي اللي شرحناه أنه إحنا دنولي الضغط باستخدام الحرارة. For example, other combinations of time and temperature are sometimes used. بالتأكيد استخدام الاوتوكليف يعتمد على اليوزر، ايش قد يريد حراره وايش قد يريد ضغط وايش قد يريد فتره، او يختار سايكل محدده مسبقا من الشركه. بليز نوت، رجاء لاحظ ذات افتر لودنج اند ستارتنج ذا اوتوكليف، بعد ما تشغل تحمل الاوتوكليف يعني تحط به غراض وتشغله، ذا بروسيسنج تايم از ميجرد افتر ذا اوتوكليف ريتشز نورمال اوبريتنج كونديشن اوف 121. يقول لاحظ انه الوقت اللي وقت التعقيم هو الوقت اللي ما بعد نوصل للضغط المطلوب. احنا شفناها بهاي الصورة التعقيم، خلينا نشوفها مرة اخرى حتى الملاحظة السخيفة نفهمها. اوكي شكرا، بدا يقبل. انا اعرف الاغلبيه نعست. نرجع. يقول لاحظ رجاء أن وقت التعقيم أو وقت العملية التعقيم هو الوقت اللي يبدي من وصولنا إلى نقطة الضغط والحرارة المطلوبة. إحنا هاي كلها فهمناها من الصورة، اللي هي وقت الاستيرلايزيشن هو الوقت اللي نوصل به إلى ضغط وحرارة معينة، وينتهي هذا الوقت التعقيم بانتهاء الحرارة والضغط المعينة. نفس الشيء بهاي الملاحظة كان يقول رجاء لاحظ أنه وقت التعقيم هو ما بعد نوصل للحرارة المطلوبة والضغط المطلوبين، وليس من البداية. بالبداية احنا عندنا فاكيوم، عندنا هيتينج، فهي العملية هي مو عملية تعقيم. انتهت هاي الملزمة التعبانة. اكو احد عنده استفسار او سؤال؟ دكتور مرخصني. اي دكتور، هاي الثلاث ملازم اللي اخذناها كلهم نقراهم بالامتحان، دو شيء ناخذ ملخصات من عندهم. صدق صدق تحكي انت منو؟ تعال شو اسمك انت؟ احمد جاسم. دكتور ترجمتنا بالعربي هذا قران. احمد جاسم انت حتونس وياك بالامتحان. احمد حبيبي المحاضرات اللي نزلت كلهم تقراهن. اولا هي محاضرات كلش مختصره ترى، بالزايد ثلاث ورقات اربعه المحاضرات ذني. اذا ما راح تقراهن بالانجليزي ما راح تفهمهن بالانجليزي، راح تواجه مشكله كلش كبيره ثالث ورابع. هاي الثلاث ورقات اللي تشوفها هسه بالثاني راح تشوف 10 ورقات 20 ورقه بالثالث والرابع. الله كريم بالثالث دكتور، هسه خلص الثاني. وانت ما راح تعبر من يمي اذا ما شديت حيلك بالملزمه وقريتها. احمد دكتور احنا نقرا مو مشكله، بس نقدر شويه نلخص من عندهم. لا احمد اسف. شكرا دكتور، شكرا.
اكثر من هالتلخيص هذا ما راح تحصلون. دكتور يعني... تنزل الاجابه. نعم طبعا اي واحد يحط كلمه بالعربي يعتبر اجابته صفر. شنو هاي دكتور؟ دلل احمد. دكتور بلا زحمه اثنيناتن يعني الهوت اير اوفن والاوتوكليف اثنيناتن المواد من نحطهن مثلا الادوات كلهن لازم نصفطهن عديل لو اكو فرق؟ لا طبعا انت لازم تصفطهن، ما يصير تحط شيء فوق شيء لانه مناطق التلامس ما راح تتعقم. اكو نقطه نسيت اذكرها بالاوتوكليف، نوباتي يخلون شريط يسموه اوتوكليف تيب، ما اعرف اذا يستخدموه ربعنا او لا. اوتوكليف تيب شريط لاصق ينحط على الماده اللي نريد نعقمها. هذا الشريط لما يكتمل التعقيم حتى نتاكد انه تعقمت المواد بصوره كافيه يتحول الى اللون الاسود، بخطوط تتحول الى اللون الاسود. هاي الخطوط هي مواد كيميائيه من تتعرض لحراره وضغط عاليه تتحول الى اللون الاسود، فنعرف انه هاي الماده تعقمت بصوره صحيحه او لا. اما ما يصير نحط شيء فوق شيء، لازم بمتفرقات. خلينا نشوفكم بلكت الله اكو صوره مال اوتوكليف لودينج. يعني خلينا نشوف هاي الصوره. هاي الصورة إذا تشوف أحمد، هاي السلة اللي ننزل بها المواد. أحمد أعتقد سأله منه. لا دكتور زيد. زيد إذا تشوف زيد حاجة بصف حاجة، يعني مو مكركبات واحدة فوق الأخ. نعم دكتور. بالإضافة لأنه هو بيرفوف، كل رف يحمل فد عدد معين من المواد والأجهزة. اذا تشوف هذه تشوف هسه هاي الصوره، هاي الصوره حلوه واضحه. نعم هذا الظرف، هذا الباكيت هو اللي نحط به بداخل الجهاز او اللي نريد نعقمه وندخله بداخل الاوتوكليف. هذا بي انديكيتر انه الماده تعقمت او لا. بنفس الوقت هذا اللي احنا نريد نفرغ من عند الهواء ونرد نرجع له بخار. واذا تشوف ماكو شيء ملامس شيء ثاني، يعني ما يصير مكركبات او واحده فوق الاخ. شكرا دكتور. اهلا زيد. بعد اكو استفسار او سؤال؟ كان المفروض انه ناخذ الدائره الكهربائيه مال الاوتوكليف، بس الملزمه خانتنا وما بها الدائره مال الاوتوكليف. منو 3141162؟ من حسين الياسين؟ حسين الياسين جيد. 3141155 3141176 يعني ما ظالمين أحد لأنه كل واحد بيهم داخل أقل من دكتور. صحتي باسمي 162. لا ما أعتقد صحت اسمك. ثواني لا مو 162، 176. 162 اسمك شنو؟ مرتضى عبيد علي. مرتضى انت داخل 27 دقيقة و 33 ثانية بس للمحاضرة. دكتور النقط ضعيف. يعني مو انا ديش المرة اكو طلاب قالوا احنا وما مسجلين حضورنا بشكل صحيح، حتى بس تشوفون انه الحضور ده يتسجل الكترونيا. الاغلبيه داخله ساعه ساعه وربع يعني. نعم الكهرباء تروح وتجي اكيد مرتفع. طلابك احد بعد عنده استفسار سؤال؟ نعم دكتور. اي دكتور شنو ذكرنا على ستيل ستيل، شنو فايدته؟ احمد ذكرناها من وقت الاوفن، الستينلس ستيل يتحمل ما يتأكسد
ما يتأكسد ويتحمل صدمات قوية، يتحمل ضربات، وهنا بالأوتوكليف أنه يتحمل ضغط، يتحمل ضغط عالي. تمام؟ واضح دكتورة، شكرا. أهلا وسهلا. بعد طلابك سؤال أو استفسار؟ شكرا دكتور، شكرا. وين وصلتوا بالتقارير؟ دكتور بس بالتقرير أي. ما كنت موجود في المحاضرة. المحاضرة نزلت فيديو، اسمك شنو؟ أحمد نعمان. أحمد نعمان، إذا ترجع على الكلاس روم راح تلقى بوست بالمحاضرة، تشوفها فيديو، وإذا عندك أي استفسار اكتب تعليقك. يعني دكتور التقرير كل أربعة سويه لو كل اثنين سويه وخط الإيد. أنت مو كل... أنت شو اسمك؟ أحمد جاسم. أحمد، أحمد كل أربعة، ليش كل اثنين؟ تمام دكتور. دكتور هذا واحد يسوي عادي؟ لا لا لا، اسمك شنو؟ حسين فيصل. حسين ايش عجب وحدك تريد؟ متزاعل ويا البقية؟ لا مو متزاعل بس حسين ايش اختاريت؟ والله بعدني انا ناوي اليوم عشت لك حسين يعني وحدك وما مختار شيء مو توني دريت عنه والله. اه جيد، منو بعد؟ اي احمد رفعت لك مره الاخ. دكتور عاد اسوي وحدي؟ لا لا احمد لا. دكتور عيني بالنسبه للتقرير اللي حكيت عليه اي يعني شلون اي دكتور نحكي على العلم الحقيقي والعلم الزائف، نعطيك مثال بس على العلم الزائف لو مثالين يعني واحد على العلم الزائف واحد على العلم الحقيقي. لا بس على العلم الزائف في المثال. ايها شكرا دكتور. اهلا. اكو احد بعد؟ نهاية التقرير شو وقت تريد دكتور لحد لو شنو؟ اعتقد 31/12 مو قلنا طلاب؟ اي دكتور اي دكتور 31/12. اكو احد بعد؟ دكتور علي شاركوا الشباب الثانية؟ ماكو اي مشكله. طلاب بس خلينا نوقف التسجيل مال المحاضره حتى ثواني.